سابوا الفيلم كله وسابوا الناس كلها وشبطوا فيا. انا اكتر واحده مؤدبه في الفيلم. حفظي كاتبه من 2009. فكلمته مع حفظي، انا حاسس ان السيناريو ده وقته النهارده. حفظي كاتب قصه عن بشر احنا عارفينهم في حياتنا الشخصيه، لكن اظن ان ناس كتير جدا عمرها ما تبقى عندها تخيل تفاصيل حياتهم عامل ازاي، وربطهم ببعض بطريقه ذكيه. انا بحب اعمل الحاجات اللي فيها بطوله مشتركه. It's a lot of fun to make. يعني انا الكاركتر بتاعي ما اقدرش اقول اني قابلته في الحقيقه، بس انا عارف ان هو موجود. حتى كنت بعت مثلا 40 50 شخص عندي، تعرف الراجل بيدي مساج لستات كبيره، فطبعا رجع لي حاجات قاتله يعني. وانت كويس، انت عايز ايه علي؟ خش مارس. احنا كنا متفقين ان الخناقات او اي حاجه فيزيكال في الفيلم ده هتتعمل وان شوت، فهم طبعا اتفاجئوا هو مالك، وكانت صعبه جدا. الديزاين بتاعها كان صعب لانه في مكان ضيق. حصل واخدنا اول تيك. كان احلى اول تيك. ولما خلصنا كنا عارفين ان احنا هناخد اول تيك، بس هو في حاجه كده في الاكشن، الاوضه كلها بيبقى فيها انرجي مختلفه، كله حتى اللي بيضرب اللي بيتضرب اللي بيتفرج اللي جنب اللي يعني كله بيبقى اللي هو كله اون ايدج كده، فبتغير المود كده في الثانيه. بس انا الوحيده اللي اتجرجرت بجد بقى من دراعي، عشان مالك غشيم في الحاجات دي. فاجئنا. بس بيعتذر. احنا كلنا وان بيج هابي فاميلي. من باين. أنا بيتهيألي يعني إنه الفكرة إن الفيلم ده مشرح طبقة معينة من المجتمع بصورة مفصلة جدا، مش هتعجب الطبقة دي وهتبقى مستفزة للطبقات التانية. هو المشكلة في الفيلم أساسا كده، الناس ما كانتش مصدقة اللي هو إيه ده، هو فيه بجد كده؟ فهو ده جايب الطبقة اللي فوق قوي بشكل مستفز، وجايب ديتيلز مستفزة، ممكن تكون مستفزة حتى للناس اللي في الطبقة اللي في النص على فكرة، اللي هو إحنا بنشتغل وبنتفرم وبنعمل، وفي الآخر دول ما عرفش عندهم إيه وبيجيبوا إيه. السينما هو فن الخيال، هو فن إنك تحكي حواديت حصلت بقى ما حصلتش. الناس دول اتصرفت إن إحنا شفناهم ما شفناهمش. أنا ما قابلتش النماذج دي مثلا. في الاول وفي الاخر احنا مش جايين نحكم، احنا جايين بنتفرج على حدوته، بنفترض ان ممكن يكون حصل. لازم نقدم حاجه الناس تتبسط لما تشوفها، او تشوفها ان هي يعني ان هم مهتمين ان هم يشوفوها قصه جديده، حاجه احنا نقعد نكرر في نفس الحاجات اللي فاتت، ولما نكرر يقولوا الفيلم متكرر، ولما نعمل حاجه جديده الناس تتخض. احنا انترتينمنت بزنس، يعني احنا جايين هنا عشان نخلي الناس تطلع من حياتها لمده ساعتين. لا، وفي احساس ان الافلام يعني هتعمل ما بتعملش اي حاجه، يبقى افلام مسليه فقط. احنا بنحكي حكاوي مش المفروض تبقى قريبه مننا قوي، ان احنا طب يا جماعه انا مش بمثل، او انا ما جبتش حاجه جديده. فلا، انا ام اكسايت ان انا اشوف الفيلم.